هاد الرساله بغيت نقدمها للعيالات ديال الحومه، ملي تكونوا غادين في الصباح مع ولادكم من المدرسه سيروا نتوما ساكتين باش ما تفيقوناش، واللي عندها شي شكاره فيها الرويد تهزها، ولا ما دارتش بكلامي الله يجعل ربو يهزها. هاي هادي واحد الدريه كانت مع امها وصحيبها كيعيط ليها في التليفون شي 10 ديال المرات وما بغاش تجاوبو. شويه دازت واحد نص ساعه هزت التليفون ومشات البيت ديال النعاس وبقات كتهضر معاه، واش منك يا كلام حلو، واش منك يا رومان سيدك الشي ما نعاودش ليكم. وبالعاني خلات الضو مطفي باش حتى شي واحد ما يعرفها تما. ملي سالات الحتيت ديالها الرومانسي ناضت شعلت الضو وقالت لقى بوها مكسل فوق الناموسية. المهم غدا الدريه غادي نشوفوها في البرنامج مبتسمون رغم الاعاقه. هذا واحد خيناه جالس حدا باب دارو وحاط يدو على حنكو ساهي وحاط حداه واحد الكاس ديال القهوة. شي ساعتين هو جالس وجارو كيطلع عليه من الشرجم، شوية هبط عدو جارو خدا الكاس ديال القهوة وشرب منه ويسولو. فقال لي تمالك من الصباح وانت ساهي وكتخمم ياك لاباس؟ قال له داخل لا الله وسافر الحاجة اللي درتها ما كتصدقش ليا، تمن الكاس ديال القهوة درت فيه السم باش انت حرجيتي انت وشربتيه. هاي المغربي فاش كيتسحب مع شي وحدة اسمها امرا كيبقى يقول لها انتي الشكيليطة ديالتي، عام اللي كيتخاسم معاها ويعيط لها في التليفون تيقول لها اسمعي ديك العزية. هذا واحد خينا كان غادي في الشارع وكيعير في الحكومة، والحكومة يا بنت الكلبة وسيرية الحكومة يا بنت الكلبة الله يغرق لك الشقف. شدوه البوليس داوه للمحكمة، حكم على القاضي بعام ديال الحبس. المحامي قال القاضي قال لي يا سيدي موكلي راه ما جبتش الاسم ديال الحكومة، راه ممكن يكون قصد باللي الحكومة ديال شي دولة أخرى. هو يقول لي القاضي قال لي راه ما كايناش شي حكومة بنت الكلبة من غير ديالنا. هاي راه في العرس ملي كيقول المغني وهي العريس هز عينيك تشوف الزين، راه ماشي ضروري كيقصد العروس. ها باش تعرفوا. هادي واحد جارتنا حامله ومكلخه واحد تكلاخ ما نعاود ليكمش. قالوا ليها الجيران قالوا ليها راجلك راه كيخونك، مشات عاد راجلها وقالت ليها جا اقول لي الصراحه هاد الدري اللي في كرشي شكون هي امو. هذا واحد المغربي سولو قالوا لي كيفاش نرجعوا المغرب بحال اليابان، قال لهم اول حاجه قلبوا ولاد الريه باش نبداو الخدمه نقيه. اي انا راه اول فتاه خانتني كانت في الابتدائي خلاتني ومشات مع مول الشكاره اللي عدو الرويد. اي يحبون العجلات منذ الصغر تبن. والله العظيم الاخوان الا في هاد الليله كنحس بواحد الملل ما تصوروش. الله يرحم لكم الوالدين، شكون اللي فيكم يخرج معايا لسوني وعلى الديور ونهربوا. ها ويلي عباد الله هاد الدريات ديال الانستغرام ولاو كيشبوا دوك المونيكات ديال عاشورة. ياك العيالات كنت كنقول لكم شحال هذا ما تبقاوش تسروا لبناتكم المونيكات، هما ولاو يشبهوا ليهم. وراه قال لك من عاشرة او من 40 يوما اصبح منهم. كتمشي للفيسبوك كتلقى مكتوب فيه ربي اشرح لي صدري، عاد دوز الانستغرام كتلقى ها هو صدري. هادو واحد الرباعه ديال الشلاهبيه مع عندهم تريال مشاو خداو طاكسي واتفقوا بيناتهم اللي غيوقف الطاكسي غيهربوا. داكشي اللي داروا وقف الطاكسي وما يفرتحوا دخلوا لواحد الدار كلها دالما، طلعوا للسطح الفوق وقطعوا النفس وما بقاوش كيهضروا مع بعضياتهم. شويه الاخر نغى صاحبو قال ليه هذاك مول الطاكسي ماداش غيكون وقع لي؟ قال لي راه انا هو مول الطاكسي غنقولوا لي اش واقع انا ما فهمت والو.
والجيران اللي تحت منك يسلخوا في بنتهم حيت ما نجحاتش في الباك، وجارنا اللي الفوق منودين الزغاريد حنت بنتهم نجحات في البكالوريا. دخلت عليكم بالله، واش نطلع البارك ولا نهبط نفك؟ دخلت عليك بالله، بغيت غنسقسيك دورك راجلك جبدها معاك بواحد الترفيقة في الصباح وفي الليل مرض وشد الفريش، واش غترد ليه البال ولا غترد ليه الصرف؟ هاي راه نموت ونعرف فين كيتباعو دوك المخاد ديال الريش اللي كيداربو بهم العشاق تا كيطير الريش. انا راه عندي واحد المخدة تمشي تضرب بها يهودي حق الله العظيم تيسلم عامر عم سراول. هاي سوندريلا راه متزوجت بالامير تخرجت مع 12 ديال الليل بتخبية على دارهم عاد خداتو، ورا ماشي كنشجعكم على الانحراف، راه كنبغي نعاود لكم القصه كيفاش دايره. هذا واحد خاينا عدو العرس مشى للبار ديال الشراب عرق بو يرات وجا جلس حدا العروسه، هو يشوف هو يقول له تتي عندك العرس اليوم؟ الزوجة بكلمة زوينة من راجلها كتنسى بأنها كانت مقلقة، والراجل بكلمة زوينة من أي وحدة بربي تكينسى أنه مزوج. أجرى واحد قضية أنا مبغاش تفهم ليا، درك الصابون وشامبوان علاش فيه تصور ديال الدريات؟ ها زعما الدريات هما اللي موسخين ولا كيفاش؟ هذا واحد الفرنساوي وميريكاني ومغربي سافروا لواحد الجزيرة وهما يلقوا واحد الجن تما، قال لهم اللي عدو شي حاجة يلوحها في البحر، إلا لقيتها راني نشدو نقتلو وإلا ما لقيتهاش غادي نعطيه اللي بغى. الفرنساوي لاح سلسلة جبدها الجن ويغيز ليه، ميريكاني لاح ماكينة جبدها الجن ويقتلو، المغربي لاح شي حاجة الجن بدك يقلب عليها عيا ما يقلب ما لقاهاش، ويجي عند المغربي قال لي دخلت عليك والله الا ما قول لي شنو لحتي، قال لي لحت فريده ديال دولي بران ودابت مع الماء. هذا واحد سيد جالس هو مراته كيشوفه وهي كتشوفه وساكتين، شويه هو يقول لها فاش كتفكري؟ قالت لي انا كنفكر في داكشي اللي كتفكر فيه انت. هو ينوض هو يجبد معاه بواحد الصرفيقه تبان لها البرق، هو يقول لها باغا تزوج عليا يا بنت الحرام ياك.